اختتمت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية زياراتها الميدانية للجهات الحكومية الخدمية الحاصلة على التصنيف الذهبي، والتي حظيت بتكريم مراكزها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضمن برنامج تقييم اثنين. حظيت 3 مراكز في الجولة الختامية بتكريم مراكز خدمتها، وهي التأمين الاجتماعي والحكومة الإلكترونية وتمكين ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 2. هذا وأكدت هذه المراكز التميز كعلامة معتمدة دالة على تفوقها ولتمثل حافزا للموظفين لتقديم الخدمات بأفضل المستويات للمراجعين. تم بحمد الله الإتمام من عملية زيارة 8 مراكز التي تشرفوا بتكريم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال فوزهم بالدرع الذهبي في المرحلة الثانية من عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية. نرى بأن هناك اهتمام متزايد من المراكز الحكومية بتطوير الخدمات وجودة الخدمات للمراجعين. نرى بأن هناك اهتمام أوسع بالاسترشاد بدليل الاسترشادي الذي قررته لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وتبقى اللجنة داعمة لجميع مراكز تقييم الخدمة الحكومية في مملكة البحرين. ولتمثيل الواجهة الحقيقية للحكومة لابد من مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والتفاني والإخلاص في سبيل تحسين كفاءة الأداء بصورة مستمرة ورفعها إلى أفضل المستويات. احنا طبعا الحمد لله نجحنا في تحقيق الفئة الذهبية، وطبعا هذه يلقي علينا إضافة إلى سعادتنا وسرورنا بهذا الشيء، يعني يلقي علينا أيضا مسؤولية للمحافظة على هذا المركز وتحقيق يعني جميع المعايير اللي واردة في التقييمات. الحقيقة احنا يعني سعداء بالفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، وهذا ندل على شيء، دل على حرص الهيئة لخدمة زبائنها طبعا وخدمة المواطنين، والشكر موصول لإخواننا وزملائنا في العمل لتحقيق هذه الجائزة. دائما الحفاظ على الشيء أصعب من الحصول عليه، فهاي السنة الثانية على التوالي نحقق المركز الأول في تقييم اللي جرى، وهاي الشيء يعني يمكن احنا فخورين فيه، لان دائما خدمة العملاء هي من الأشياء الرئيسية والأساسية اللي احنا في الإدارة نركز عليها، وهاي أتى بجهود فريق العمل اللي على الأرض وتوجيهات الإدارة. 8 مراكز خدمة حكومية حصلت على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم، ما يعطي دافعا للمراكز الأخرى للعمل بجهد واجتهاد لتعليق الذهب على الجدران في السنوات القادمة. دروع ذهبية علقت في مختلف هيئات ووزارات المملكة، عالنة بذلك سطرا جديدا للتحدي والإصرار للحصول على الفئات الذهبية في كل عام. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.